السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج البريكس كات هو بيشتغل كاد وويب، يعني ينفع يبقى بديل عن الاوتوكاد وينفع يبقى بديل عن الريفيت. ميزة ان هو سعره رخيص، فانت ممكن تيجي مثلا هنا وتقول له البانل، تبدأ تشوف ايه البانل اللي انت عايز تشوفها، وليكن مثلا بين بروجكت براوزر بالشكل دوت، وتقول له كريت بروجكت، تبدأ تعمل بروجكت. ممكن تيجي هنا تختار البانل مثلا بين بي سي اف أول، عايز تعمل كوربريشن مع الفريق وتتواصل مع السيرفر أو تدخل ملف البي سي اف. طيب ممكن تقول له مثلا عايز التول بارس، فتلاقي قايمة هي تقدر تختار منها إن أنت عايز ترسم على 3D أو 2D أو أوامر معينة أنت عايزها بالشكل دوت. ممكن تيجي هنا وتقول له أنا عايز مثلا أشوف المنيو بار، فيبدأ يظهر لك المنيو بار أو تخفيها. انا اكتفي بالريبون، احنا نقدر نختار اي امر انت عايزه من هنا. ولا طبعا دي الملحوظات، هنا مثلا هتلاقي الخصائص بتاعت العنصر بروبرتيز، بعد كده اللير وهكذا. تقدر طبعا اي واحد فيهم تخفيها وتقدر تظهرها لو انت حابب. ممكن تقول له انا عايز اشوف الورك سبيس، فتقول له درافتنج لو 2D موديلنج، او تختار ان انت تشغل بيم فيغير لك الشكل ده كله. ولو طبعا حابب تفتح لوحة جديدة أو تقول له أوبن، يبدأ يظهر لك بالشكل دوت. فممكن تيجي هنا تقول له أنا عايز نيو أو أوبن، وتبدأ تختار الملفات اللي أنت عايز تفتحها. هو بيقدر يفتح ال DWG بدون مشاكل خالص، ال DXF، ال DI، ال DGN، ال 3DM، ال Sketch Up، ال IFC، ال Revit Family، ال Revit Project، ويقدر يعمله امبورت. يعني لو أنت عندك ملف ريفت وعايز تفتحه وما عندكش ريفت، فممكن تفتحه بالبريكس كات. وهنا طبعا تقدر تشوف الحاجة بالطب من أي زاوية من الزوايا اللي أنت عايزها. الأوامر تقدر ترسم بيها زي ما أنت شايف الواجهة، يعني سهلة جدا إن أنت تفهمها بسهولة. وهنا نفس الحاجات اللي موجودة في الأوتوكاد زي السناب والستاندرد والحاجات دي كلها موجودة هي تقريبا. لو دوست هنا رايت كليك بيبدأ يجيب لي قايمة، دي آخر 6 أوامر أنت استخدمتهم، آخر 6 أوامر استخدمتهم زي أوبن زي نيو. أوامر موديفاي بقى هنا تبدأ تشوفهم، أوامر درو، الرسم، الإنسيرت، الجنرال تقدر تستخدمهم. درو مثلا ممكن تقول أنا عايز أرسم مثلا مستطيل، فهو بيجيب لك هنا تقدر تختار بقى إذا كنت أنت مثلا عايز أمر فيلت مثلا وهكذا، فتقدر تكتب الرقم اللي أنت عايزه. تقدر تدوس رايت كليك وتيجي هنا وتقول له مثلا عايز ارسم مثلا دايرة اهوت، وتقدر بقى تقول له انا عايز نقطتين او 3 نقط. يعني ممكن تقول له هنا هو بيعمل طبعا سناب بالشكل دوت، ممكن تقول له لا ده انا عايزها على 3 نقط. هنا ال 3 بوينت، هنا هتقول له بقى عايز هوم، تيجي هنا على السيركل تبدأ تختار. ممكن تقول له أول نقطة هنا، دي تاني نقطة هنا، دي تالت نقطة هنا بالشكل دوت. هنا طبعا تبدأ ممكن تكتب الأمر، مثلا تقول له أنا عايز أمر لاين، وممكن تسحب ديت تطلع معاك فوق كده، وتقدر تشوف آخر الحاجات. تقول له مثلا اللاست عايز الأنجل قد إيه، تقدر تقول له أنجل وتبدأ تكتب له الزاوية وليكن مثلا 20. فكده أنت حددت الزاوية، لازم بقى ترسم الخط اللي انت عايزه بالشكل دوت. فبيسهل لك كتير جدا في الشغل بتاعك، فهو لذيذ وتقدر بس ان هو خفيف. يعني في بعض الاوقات ممكن تلاقي الجهاز تقل كتير معاك، فتستخدم البرنامج دوت يفتح معاك الاوتوكاد مثلا من غير ما يهنك.